كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة الأستاذ عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب أهلا بك، وكيف استقبلت السلطة التشريعية هذه الخطوة الملكية السامية التي من شأنها الحفاظ على المجتمع وتسهم أيضا في دمج المحكومين في المجتمع بصورة سليمة؟ أهلا أستاذ حسين، يعطيكم العافية. بالفعل السلطة التشريعية استقبلت هذه الأخبار وهذه المبادرة السامية من قبل جلالة الملك بكل الترحاب والدعم والمساندة. أعتقد أن السلطة التنفيذية هي معنية مباشرة بهذا التوجيه السامي والدف فيه للأمام، لأن هي خطوة بالفعل تتكامل مع دور السلطة التشريعية، خاصة أن مثل ما ذكر الأخوان من شوي أن يعني قانون العقوبات البديلة هو قانون صدر عن مجلسنا النيابي، وندعم هذا القانون لأن لديه مرامي يعني تتكفل بالواقع السياسي والاجتماعي في البحرين. وأعتقد أن الخطوة التي يعني نعيش أفراحها الآن هي خطوة ملكية بامتياز. جلالة الملك عودنا باستمرار على حكمته في التعاطي مع الشأن العام في بلادنا البحرين. أعتقد هناك فرحة عارمة في أوساط أسر وأهالي ومحبي الذين سوف يطبق عليهم القانون، وأعتقد أنهم قضوا أكثر من نصف المدة وأكثر من محكوميتهم، وهناك تطلع أن يشمل العدد الأوسع من هذه الفئة. وفي نفس الوقت نرجو أن يتعدى ذلك إلى يعني الشرائع الأخرى من المحكومين، لأن هناك يعني حالة من الفرح في المجتمع البحريني تأسست خلال هذا الشهر والأعياد الوطنية. وأعتقد أن جلالة الملك حريص كما عودنا دائما أن تستمر هذه الأفراح لكل بيت ولكل أسرة، وإن شاء الله نسمع أخبار الأيام القادمة تفرح الجميع إن شاء الله. إذن سعادة الأستاذ عبد النبي سلمان النائب الأول رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.